أقدم تحية إجلال وإكبار لشهداء العراق عموما وشهداء حركة تشرين وتظاهرات تشرين وانتفاضة تشرين. قد نختلف ثورة تشرين، قد نختلف المسميات، لكن دعنا نتفق على أنه ما حدث بعد 1 تشرين 2019 ولحد الآن هو تحول مهم في السياسة العراقية، تحول مهم في المزاج المجتمعي. أثره كان واضح، الشباب عندما خرج بعد أداء سياسي سيء طيلة 17 عام طفح الكيل بهذا الشباب الذي لا ينتمي إلى مدرسة الطبقة السياسية اللي كانت بالمعارضة. جيل جديد، جيل طموح، جيل عاش في وسط عالم منفتح ومن حقه أن يعبر عن رأيه، يستخدم حقه الدستوري في الاعتراض على سياسات البلد، ونجح نجاح كبير، نجح في إسقاط حكومة، نجح في فرض إرادته بتغيير مفوضية انتخابات، نجح في فرض إرادته بتغيير قانون انتخابات. جاءت ظروف كورونا خففت قليلا من زخم التظاهرات والاحتجاجات. أنا الأوان لهذا الشباب، وهم شباب ذكي ومتواصل، أنا الأوان لهم أن يقطفوا ثمار ويكملوا هذا الطريق. ونسمع الآن عن تنظيمات سياسية تتبلور وأحزاب سياسية جديدة تتبلور من أجل أن يطبعوا هذا الحراك وينطوا حقه ويحدثوا التغيير اللازم بالخارطة السياسية في الانتخابات القادمة.